في فطر بلبنان، في كتير فطر بلبنان، لأنه إذا في عنا كتير عوامل تيكون في عنا تنوع بيولوجي بالنبات رح يلحقن تنوع بالحيوانات وكمان تنوع بالفطريات. لم نعرف عنه كتير لأنه للأسف ما صار كتير دراسات تنوسع أنواع الفطر البري الموجود، بس منعرف وقت عم نمشي بالطبيعة ونروح على عدة أنواع من المساكن الطبيعية كل مرة منشوف أنواع فطر جديدة، فبيعطينا فكرة انه ايه في تنوع بس ما بنعرف عنه كتير، فهلأ صار لازم نعرف عنه ندرسه اكتر وخاصة ننتبه عليه. لو ما هن موجودين ما في حياة بتكمل بالغابات او باي نظم طبيعية. كل الكائنات الحية بوقت معين بدها تموت، اذا ماتت ووقفت هون دورة الحياة مع الوقت ما بقى بيكون عنا لا مواد ولا طاقة تنرجع نخلق حياة، وهون أهمية الفطريات وغيرهم من الكائنات اللي شغلتهم تحليل المواد العضوية. فهني بيكونوا كل السنة عم يشتغلوا عم بيحللوا مواد عضوية بس نحنا ما منشوفهم لأنه هني بس ببينوا على حالهم وتيقرروا يتكاتروا، فبيكونوا مخبيين تحت الأرض، عندهم هيك شبكة تحت الأرض متشعبة كتير عم بكسروا بها المواد العضوية. كل المواد اللي كانت مكونتها بدها تكون خضرة وبكسرها شوي شوي ليحولها من مواد كومبلكس لمواد سامب، يعني مواد أولية، بيرجع بيرد على الأرض جوا جوا جوا، يرجعوا بيسحبوها النبات والشجر التانيين تيكبروا. فوقتها تتحلل، وقتها الشامبينون يحلل المواد العضوية هو بيكون عم بخصب الأرض، وإذا ما بيعمل هيك نوصل محل المواد العضوية بتعلق بكل الكائنات الميتة والحياة ما فيها تكفي. نحن بحاجة لإلهم تا يحللوا كل شيء مواد ميتة تا يرجعوا يخلوا الحياة تبلش من أول وجديد. النباتات تتنمى عندها جذور جذع وأوراق بخلوها تسحب الأغذية تبعولتها من البيئة تكبر، وتبدأ تتكاثر تعمل وردة، الوردة بتعمل فاكهة والبذر اللي بقلبها بعدين بيعطينا نباتات تانية. شامبينيو شو اللي بيسمح له ينمى، يعني الإكيفالان تبع جذور وراق وجذع النبتة هو هيدا الميسيليوم، مثل خيوط كتير صغيرة بتتكاثر على بعضها ومنشوف نحنا ستراكتشر هيك التكستور تبعولتها مثل القطن. هيدي هي البيش بتحلل المواد العضويه، بتكسرها لمواد اوليه، بيسحبها الشامبينيون تيتغذى. وقتها بده يتكاثر بيعطينا ستراكتشر مثلا مثل هيدي طالعه من الخشبه، بتعطيها سبورز، والسبورز بتطيروا بالهواء وبيعطينا ميسيليوم جديد. هون بنقدر نشوف انه اللاميلا طلعوا سبور، سبور الغبره الصفراء اللي هي بتسمح لها للشامبينيون انه تتكاثر. وانس طلعتهم في هيدا يبلش يتحلل، وهيدا نحن عم نشوفه. طبيعة ورا جمالها في عنا تكامل وتجانس بين كل كائناتها، ما في ولا كائن لو نبت صغيرة لو حشرة صغيرة يمكن ما لقيهم حلوين ما لقيهم مهمين، عندهم أهميتهم لأنه كل واحدة من هول الكائنات الحية عندها دور بالطبيعة تيكون النظام كله ماشي functional وتكفي الحياة دورتها.